نبدأ النشر بهذه الصور المباشرة من تل أبيب، حيث خرج الآلاف في احتجاجات جديدة بتل أبيب ضد خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير النظام القضائي، مطالبين بإلغائه وليس فقط تأجيله كما فعل نتنياهو استجابة لتلك الضغوط. طبعا بيان الحركة الاحتجاجية قال بأن الحكومة الإسرائيلية فشلت في كل المجالات وتعتزم تمرير ما اعتبروه انقلابا قضائيا خلال عطلة الكنيسة بدلا من التركيز على الأمن، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة والتصعيد ما بين جنوب لبنان وقطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى. إذن نقل حي ومباشر لهذه التظاهرات التي لم تنتهي ولم تتوقف منذ أسابيع طويلة، احتجاجا على التعديلات التي كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد إدخالها على النظام القضائي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.